ما لا تعرفه عن عزة الدور ظل صدام حسين وخزينة أسراره. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك في قناتنا فكرة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديدنا إن شاء الله. عزة إبراهيم الدوري ولد في يوليو عام 1942، وكان الرجل الثاني إبان حكم صدام حسين، حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. نشأته: نشأ عزة إبراهيم الدوري في قضاء الدوري بمحافظة صلاح الدين في وسط فلاحي فقير، وكان يعمل مع والده في بيع الثلج في الصيف وأحشاء الخراف والغنم في الشتاء، وتربى تربية دينية ذات نزعة صوفية. أكمل دراسته الابتدائية وانتقل إلى مدرسة ثانوية الأعظمية ورسب عدة مرات، فتم فصله في عام 1962، مما اضطره إلى ترك الدراسة والنزول للعمل ليصبح بائع ثلج. وشوهد وهو يقف أمام مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية يبيع الثلج في ربوع بغداد، ولم يفارقه منشار قطع الثلج حتى انقلاب 17 تموز عام 1968. انخرط عزة الدوري في صفوف حزب البعث، وسرعان ما اشتهر وبرز في الحزب حتى أصبح عضوا في القيادة القطرية للحزب. حياته الأسرية ونسبه مع صدام: تزوج عزة الدوري من 5 نساء، وله من الأبناء 11 ابنا و13 بنتا، وقد اشتهر باسم أبو أحمد وأبو حمرة. وتزوجت ابنته من ابن صدام حسين عدي، ولكن لم يكتب للزواج النكاح، ولم يؤثر انفصال الأبناء على علاقة الدوري بصدام حسين. مهام ومناصب تولاها: كان عزة الدوري يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم الرئيس صدام حسين، وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة بعد غزو الكويت، وكان وزيرا للزراعة ووزيرا للداخلية، وقد كان ملازما لصدام مثل ظله منذ اندلاع ثورة 17 تموز عام 1968 وحتى يوم أسر الرئيس صدام حسين. أنيطت به مهمة القيادة العسكرية للمنطقة الشمالية قبيل الغزو الأمريكي للعراق في أبريل 2003، وعندما اندلعت حرب الخليج عام 1991، نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز تحذيره للأكراد من إثارة أي متاعب للحكم في بغداد. وكان المفاوض الرئيسي مع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح من الكويت لحل المشاكل الحدودية والتي أدت إلى الحرب بين البلدين، وجرت تلك المفاوضات برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وكان له حضور لافت في قمة بيروت العربية 14 التي شهدت عناقا بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، تبعها مصافحة مشتركة مع الوفد الكويتي، وترأس كذلك وفد العراق في القمة العربية العادية 15 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية لبحث الأزمة العراقية. وطالب في خطابه أمام الزعماء العرب في تلك القمة بعدم تقديم التسهيلات العسكرية للقوات الأمريكية في حال شنت الحرب على العراق. أين اختفى الدوري بعد الغزو الأمريكي للعراق؟ بعد عملية الغزو الأمريكي للعراق، اختفى عزة الدوري، وقامت القوات المسلحة الأمريكية برصد 10 ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله. فقامت القوات المسلحة الأمريكية بوضع صورته على كرت ضمن مجموعة أوراق لعب لأهم المطلوبين من قبلها، حيث كان المطلوب السادس للقوات الأمريكية. نسب له الإشراف على الكثير من العمليات المسلحة، كما نسبت له مجموعة من التصريحات التي تدعو قطاعات مختلفة من الشعب العراقي لمقاومة الأمريكيين. أعلن حزب البعث العراقي نبأ وفاته في 11 من نوفمبر عام 2005، ولكن الحزب نفى ذلك لاحقا.
كما زعم أنه تقلد منصب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد صدام حسين. أدى ذلك إلى انشقاق في حزب البعث إلى جناحين، أحدهما مؤيد للدوري والآخر مؤيد ليونس الأحمد، وقد تبادل الطرفان مختلف تهم العمالة والخيانة. وفي أواخر سنة 2009 زعم أنه قام بتشكيل جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني المكونة من تحالف القيادة العليا للجهاد والتحرير وجبهة الجهاد والخلاص الوطني، والتي انبثق عنها تنظيم النقشبندية. ظهر الدوري في تسجيل صوتي منسوب إليه في عام 2010 يدلي فيه خطابات بمناسبة ثورة تموز 1968 التي وصل من خلالها حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم في العراق، وكان الدوري أحد أهم المشاركين في تلك الثورة، كما تم بث تسجيلا مرئيا له يوم 7 نيسان عام 2012 في ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، ويتحدث فيه عن إيران وتدخلاتها بالعراق، ويؤكد أن حرب حزب البعث أصبحت ضد إيران ونفوذها في العراق، كما أكد أن حزب البعث مع الثورة السورية، فيما ظهر في تسجيل مرئي آخر في 5 من يناير عام 2013 بثته قناة العربية، أعلن فيها أن حزب البعث يؤيد الاحتجاجات العراقية 2013 في الأنبار والمدن السنية الأخرى. آخر ما قاله الدوري عن إيران ورسالته إلى ترامب. في الذكرى 70 لتأسيس حزب البعث، قال الدوري في تسجيل منسوب إليه إن الحزب استقبل تصريحات ترامب عن الرئيس الراحل صدام حسين بكل إيجابية واحترام، خصوصا قوله أن أكبر خطأ اقترفته أمريكا في تاريخها هو غزو العراق، كما قال أن الولايات المتحدة خسرت ما يزيد عن 100,000 جندي منذ غزوها العراق عام 2003. واعتبر الدوري أن ترامب كان محقا حينما صرح بأن من يحكم العراق ليس العراقيين وإنما السراق والفاسدون، وقوله أن إيران من تحكم وإنها مصدر الإرهاب. وأعرب الدوري عن أمله من ترامب بترجمة أقواله إلى أفعال فيما يخص إيران وميليشياتها، في إشارة إلى رغبة حزب البعث بضرب إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خطابه الذي امتد إلى نحو ساعة من الزمن، اعتبر الدوري الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حزب البعث، اعتبر أن ما يحتاجه العراق حاليا هو مصارحة ومكاشفة بين كافة أطيافه، واعتبر أن حقد الغرب على البعث والعراق دفعهم لتسليمه إلى إيران، وهو ما يحتاج إلى وقفة جادة من كل الأطياف العراقية، مضيفا لا مكان للديكتاتورية بعد اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.